عاشين في هذه ابو سيف. اي والله كنا من السنين الاول احنا هنا. نازلين بدو. اي والله بدو. بدو. اي والله بدو. حلال يطلع عمر المسرح بالغرم والبهم. يعني تعرفها شبر شبر. شبر شبر. اي والله. الديره هذه كلها يطلع عمر ما يحتاج. بغت ليل وبغت نهار مره. هذا مره يطلع عمر كنت اسرح بالغرم. شايف هو دليله في المنطقه. الله يطول عمرك يا ابو محمد. تسرح بالغنم؟ وكنت اسرح بالغنم والوالد الله يرحمه تخبر شديد على ما في امشي الحلال وكذا. تنتبه لحلالك وما تنتبه لحلالك. انا منها هوشني الله يرحمه وزعلت انا. نمت يا طول عمر المسيه عند الغنم. دوروني دوروني بالليل يا طول عمر قالوا بس شكل الذيبه كذا. خبر بالليل واثراء الحلال ما تشوف اثراء الادي ما تقصر. في ذيابه هنا؟ هي ذيابه والله واجد الحين نزلت ذيابه فوق بالديره هذه مليانه. ما لقوني؟ لا لقوني غير بعد العشاء. ما ادري كيف راحوا قالوا شوف العين، العين يمكن عند الغرب. يوم دخلوا يطلعوا عند الغرب نايم بوسط الغرب. ما شاء الله. اي والله. انا اللي حاطط كذا ما تشوف. انا عايشين في البلد ما تعرف البلد. البر يا اخوي بريره. البر بريره. اي والله. مدرسه خليك تعرف كل شيء. هذه قبور برضه لا عنزه. ها؟ قبور عنزه هذه. قبور؟ ايه. الله انت ارحمها. قصة وصية منهم مات عمر قالوا تجيبون عليه. المكان هذا. المكان هذا نعم. يلا يا رب الله يرحمه. الله يرحمه. السلام عليكم دار الله. السلام عليكم. طبعا أنا استغرب المنطقة هذه ما يدري عنها أحد ولا قد صورت ولا يعني أبو حسين أول قناة جات هنا احنا. ما شاء الله. منطقة هذه منطقة غريبة وجميلة في نفس الوقت. اي والله. تضاريس الجبال طول. تضاريس الجبال شكلها. طبعا احنا منطقة بس المنطقة هذه ترى احنا فيها جبالها شوهيق طوال. ايه. وبعدين سبحان الله كل ما رحت صرت شرق تكسر جبالها. تكسر؟ ايه. هذه قالها الراكب والراكب. هذه الراكبة؟ الراكبة. هذه الحيط الراكبة. شوي ناخذ طعم شمال بشرق يمين شوي والله ماني من يوم جينا الراقصه ما دريت هل غرب ولا شرق. لا 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 ما يوم جبال جبال اتلا مع علمي بالذاكرتين يوم حولنا عليها حولنا على الراقصه يوم حولنا هذا الجبل مع استوى الغرب والشرق معلم للاجانب اللي هم طبعا سواح فرنسيين امريكان ايه يجون هنا طبعا الغرب عامه يتصورون عند الجبل هذا من الجهه الثانيه عشان ايش؟ اذا جو لازم تصور عندك، كنا ما اعلم لهم يعني مستغربين شكله. كل هذه غريبة بس من الجهة الثانية تشوفها عقب ما شافوا لي ولي ولا شافوا لي ورانا. اسباع شيء اول مخيف يا اخي ولا زالت الان مليان اسباع والله الحين مليان الحين والله مليان ذياب بس ذياب اي بس هذيب ياكلون الحشو الحين الحشو يمسك والله ياكل والله ياكل الحشو وما ما تفك هذه روضه ولا لا لا هذول العرايس هذا العرايس هذول العرايس اثنتين هذه ثلاث هذا مع اثنتين وذاك مع واحده بس اي والله Thank you.
حياكم الله مشاهدينا. طبعا نقف وياكم على قمة احدى الجبال المطلة على منطقة الحجر. طبعا منطقة الحجر انا من اللي ما يعرف وش منطقة الحجر حتى وقفت على منطقة الحجر. مثل ما تشاهدون منطقة زراعية بجميع ما كان فيها من او ما يوجد من الحمضيات والمنجو والنخيل وجميع الزراعة والفواكه تنبت في هالمنطقة. منطقة ثرية بالماء وثرية وخصبة، جوها نظيف، كهوف فيها جميع الكهوف اللي تطري عليك في العالم ولا ما تطري عليك، جميع الكهوف موجودة من صغير وكبير وجميع تضاريس الجبال الجميلة. ومعنا الشيخ خالد الحربي وعبد الله العنزي بيضيفون عاد اللي هم أهل الديرة. الرجل هذا من أهل الديرة اللي ترعرع فيها وعاش فيها في برها ثم في بلدها. الشيخ خالد طبعا رعى المجلس المفتوح موجود في الديرة وبيعطينا جميع المعلومات من هالديرة. تفضل يا ابو. الله يسلمك. الله يحييكم بادي كل شيء، ونسأل الله التوفيق لحكومة الرشيدة. آمين. ان اختارت الهيئة الملكية في العلا. هذه مزارع الحجر ومزارع الهديد تمتاز بالنخيل والحمضيات. الحمضيات تتميز فيها بالبرتقال واليوسفندي. اجمل المنتجات تنتج الحمضيات في الحجر ومنطقة الهديد والعلا عامة. والله يحييكم ويحيي الجميع، وبيوتنا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة للجميع. طول عمرك. ونسأل الله التوفيق للهيئة الملكية في العلا. آمين. في إبراز العلا بما تمتاز به من تضاريس، من نخيل، من مناظر طبيعية مثل ما شاهدتم اليوم. نعم. كهوف ورمال وطعوس جميلة جدا. الحمد لله شكرا. الله يسعدك. الله يحييكم. مرحبا وسهلا. الله يبارك اخوي عبد الله. حياك الله. طبعا مشيتنا اليوم في مرابع الطفوله. تستاهلون كل خير ويسلمكم. هو دليل المنطقه الموجوده. الله يستر عليك. طول عمرك. هذه مرابع طفولتك. اي والله. اي والله من يوم صغير وانا بعدي هذيك الطفوله اللي يوم مشيتكم عليها اللي هي روت الناقه. هاي طلعت بها. عندك المكتل. عندك راس رمحيه من فوق، حمي الضفير كلها. الرقاصه. طبعا هي سكنها الباديه هي منابها منا. يعني كان ساكنين في كانوا ساكنين بهذه الديار. بيوت شعر ولا شو؟ بيوت شعر كلها، بيوت شعر وخيام. لحقت انت على بيوت الشعر؟ والله لحقت عليها. اي والله. كم سنه؟ تقريبا هذا عام 1417 18. وانتم كنتوا نازلين بين كنا نازلين بالجبال هذه. في ذا الوديان الزين. اي والله كانوا اهلنا قبلنا بعد كانوا بها. الله. اي والله. طيب تغيرت الديره ولا على ما يعني؟ والله في حسب الامطار مع قله الامطار بدا قشع زي ما تقول. اول كانت غابات. كانت الصيد مثل الغضة هذا كان اول يعني يتكلمون عنها اللي هو ابان واجداد. كانت سبحان الله زي ما تقول غابه تمشي بوسطها، يمكن تخاف ان احد يكون جالس لك او شيء زي كذا. لانها كانت تمتاز بطول الاشجار. كانت فيها صيد؟ كان فيها صيد. جميع الصيد؟ كان فيها جميع الصيد، حتى اطبه كانت فيها. اطبه طبعا كانت بس هال على كلام شيبان الاول قديم، كانت بس هال هذه كلها مليانه هو. بس الحين ممنوع. لكن لا الحين ممنوع. ممنوع الصيد وممنوع كل شيء. والان بعد قلت ما هي مثل اول. طيب انا حكيت عن المزارع. اي نعم. قلت هذه منطقه الحجر الزراعيه طبعا هي زراعيه. نعم. منطقه خصبه. نعم. انت قلت ان هذاك جبل حواره. هذاك جبل حواره. اي طبعا هذا قلت لب. هذا الجبل هذه قلت اللي في الوسط. اي اللي بالنص اللي طالع. حلو. طبعا هذه قال رميدين، الجبال هذيك اللي صار الصغار هذيك قال رميدين. رميدين الاحمر ورميدين الابيض. اي نعم. وهذه مزارع الحجر زي ما قال تفضل ابو حمد. ولا ابو حمد ما يحتاج. تمتاز بالماء، زينة الماء يعني بحلاوة الماء، سكر. اي نعم. اي نعم. وجميع الفواكه. وجميع انواع التمر. البرتقال من عندك، من جميع الحمضيات، انواع الحمضيات وانواع التمر. شو تقول للسواح يا ابو حمد؟ اقرب عيد. تقول للسواح مرحبا ومسهلا. اللي بيروح للعلا. الله يحييكم. الحقيقة لما جا العلا نقول له الله يحييك، فرصة طيبة يجي يشوف. وابو سيف ابرز شيء يمكن احنا ما برزناه. الله يطول عمرك. انا اثنى على علا يقول الله يطول عمرك. الله يحييكم انا وجميع من سكان علا. نعم. الله يحييكم مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. واهتمام الدوله الان زادها. اي نعم. فوق الطيب طيب. صحيح. مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يحييك. تسلم. شكرا لك. شكرا يا ابو سيف. الله يعافيك. شكرا لك. الله يحييك. انا نشكركم جميعا على زيارتكم. طول عمرك. ونشكر حمد اليامي ومبارك بن سيف الدوسري. الله يحييكم جميعا. الله يبقيك وطول عمرك. وكل من عز عليكم مرحبا ومسهلا. جميع سكان المملكه. الله يطول عمرك. الله يحييكم. وافي جميعا. قلوبنا مفتوحه وبوابنا مفتوحه. تسلم. شكرا لك. مرحبا ومسهلا بالجميع. شكرا لك. الله يطول عمرك. الله يحييك. سلمي. هذا فوق الحين.
بالله هلا.